السلام عليكم، حياكم الله في فيديو جديد من فيديوهات هاوي عدد. اليوم عندنا منتج جديد راح نتكلم عن من شركة كريك، براغي خاصة لاستخدام النجارة. لا تنسى لايك سبسكرايب شير. طبعا عندنا نوعين رئيسيين من براغي شركة كريك، فيه نوعية اللي هي واشر هيد وفيه بان هيد. الفرق بين الواشر هيد والبان هيد، هذا فيه واشر في الراس عشان وقت اللي يدخل في الخشب يشد الخشبة الثانية على الخشبة اللي تحت أو الخشب المقابل. البان هيد فقط للربط. شنو يميز براغي شركة كريك عن الأنواع الثانية اللي موجودة عندنا في السوق؟ الثريد اللي مصنوع من او اللي الديزاين حق الثريد بشكل لولبي زاوية بهذه الطريقة وليست مستقيمة، فيكون شدها للخشب اسرع واكبر من غيرها. طبعا عندنا الكروس ثريد اللي هو السنة الخشنة، وعندنا الفاين ثريد السنة الناعمة. السنة الناعمة يستخدمونها للأخشاب الصلبة، السنة الخشنة يستخدمونها للأخشاب الناعمة، وفي الهيفي ديوتي الHD هذه يستخدمونها حق الأخشاب اللي سماكتهم جدا عالية فوق 5 سنتي وانت طالع. عندنا هذه النوعية خاصة حق تركيب الأرضيات لأنها يكون تركيبها بهذا الشكل مخفي، بعد ما تشد البرغي من الجانب تركب الخشب الثاني وتشده بشكل ملاحظ، يكون مقاسهم جدا ممتاز ومناسب حق الدك أو الأرضيات الخشبية.